مرحبا بكم عائلة سميث في مقطع فيديو جديد على القناة. لقد مر أسبوعا كاملا منذ إصدار النسخة الكاملة من الحلقة 73، والآن الجميع في تراقب مواعد أصدر الحلقة 74 أو أي تحديثات حيالها. ولحسن حظكم في 24 ساعة الماضية فقط قد حدث الكثير من الأشياء المرتبطة بالحلقة. أولها هو أن دافوك بوم قد تحدى اليوتيوبر ستيك بأنه إذا حصل على عدد معين من اللايكات سوف يظهر معه في بث مباشر. ثانيا، قد صدر تسريب غريب أحدث جدلا واسعا فيما إذا كان حقيقيا أم لا. وفي هذا الفيديو سوف نتطرق إلى جميع هذه الأخبار والتحديثات ونفك الشفرة التي تغطيها. ولكن قبل بداية الفيديو، كما ترون فإن هنالك عدد كبير من المشاهدين ليسوا بمشتركين في القناة، فأرجو منكم الاشتراك في أسرع وقت ممكن لكي نتخطى حاجز 200 مليون مشترك. ولا تنسى مشاركة الفيديو لكي يصل إلى أكبر عدد من متابعين السلسلة. أخيرا، لايك للفيديو ودعونا نبدأ الحلقة على بركة الله. حسنا، دعونا نبدأ أولا بالتسريب المثير للجدل. فكما تعلمون في النسخة الكاملة من الحلقة 73 رأينا كل من عملاق الكاميرا والإسبيكر قد أصيبوا بشدة، وقد حمل عملاق الكاميرا صديقه الإسبيكر على ظهره وكانوا في طريقهم إلى مكان ما، ولكن ليس معروفا لدينا إلى أين ذهبوا بالضبط. وبخصوص ذلك قد طرح اليوتيوبر One More Animator بعض الأسئلة على دافوك بوم، وقد رد عليه دافوك بوم أنهم متوجهين إلى قتال. وهذا الإجابة قد جعلت أنصدم حرفيا، وقد تساءلت عن نفسي كيف لعملاق الكاميرا والسبيكر وهما في هذا الوضع الحرج أن يدخلوا إلى قتال آخر، من المستحيل أن يحدث ذلك. ولكن عندما قامت داتي بايو بتواصل مع دافوك بوم لتأكد من هذا الموضوع، فقد رد عليها دافوك أن ليس لديه شأن في هذا التسريب، وهذا يعني قد فبرك وان مور أنيميتور كل ذلك. ولكن بصراحة عن نفسي أعتقد أن هذه المحادثة حقيقة 100%، ودافوك بوم قد أراد أن يمزح مع داتي بايو قليلا، لذلك كذب عليها. فكما تعلمون أن One More Animator هو مصدر موثوق ولديه تواصل فعلي مع دافوك بوم، حيث هو من سبق وأخبرنا عن مرض دافوك، وقد أكد فيما بعد إليت كاميرامان وبقية اليوتيوبر ذلك. ولكن سوف أترك الرأي لكم لكي تختاروا أن تصدقوه أم لا. ولحسن الحظ فإن الفان ميد الذي معي اليوم يمثل نفس ما قاله دافوك بوم، حيث شارك كل من عملاق الكاميرا والسبيكر رغم جروحهما في المعركة. ولكن دعونا أخبركم بتحديث آخر عن دافوك بوم، حيث قد نشر اليوتيوبر ستيك هذا المنشور على قناته في المنتدى، وقد قال فيه أن دافوك بوم قد تحداه إذا حصل هذا البوست على 69,000 لايك فسوف يقيم معه لقاء في البث المباشر، وقد حصل هذا البوست بالفعل على أكثر من 60,000 لايك. لذلك ماذا تنتظر؟ أذهب الآن وأعطي لايك لهذا البوست لكي نشاهد البث المباشر في أقرب وقت ممكن. أما الآن دعونا نحلل هذه الحلقة المصنوعة من قبل أفكار الفان. وفي البداية نرى عملاق التلفاز قد أطلق الأشعة تحت الحمراء المدمرة على جيمان الذي كان يحاول تحملها بصعوبة. وكما ترون أن هذا الحلقة تحتوي على بعض المشاهد في بدايتها من الحلقة السابقة، ولكن كل شيء سوف يتغير بعد قليل. بعدها تظهر المراحيض الطائرة التي تحمل الحاويات، وقد هجم عليها عملاق التلفاز على الفور وأسقطها أرضا كما في الحلقة. حينها يقول جمان عبارته الشهير I will survive، أي سوف أنجو، ويثبت النفاثات الجديدة على جسده ويذهب للاصطدام بعملاق التلفاز ويحاول الهرب. ولكن عملاق التلفاز ينتقل بسرعة بقدرة التبخر ويهاجمه بشراسة من الأمام، ثم يطلق عليه الأشعة تحت الحمراء مرة أخرى. بعدها تأتيه إمدادات من الحاويات المتبقية فيقوم جيمان بتدميرها، ونراه وقد حصل على مدافع ليزر ضخمة فيهجم بها بكل طاقته على عملاق التلفاز في جوهره، فيسقط عملاق التلفاز على الأرض بضرر بالغ. وهنا تحدث الحبكة التي تحدث عنها دافوك بوم، حيث يهجم عليه عملاق الكاميرا من الخلف، ثم ينتقل المشهد إلى عملاق الإسبيكر الذي كان مصابا بشدة ويزحف على الأرض. بعدها يقرر عملاق الكاميرا التدخل ويطير إلى الأعلى ويطلق قذيفة نارية على جيمان، ولكنه يصدها بدرعه ويقوم بالاصطدام به، ثم يتوجه إلى عملاق الإسبيكر ويطلق عليه جرعة مكثفة من الليزر كفيلة بإنهاء حياته. ولكن تتدخل المرأة الكاميرا وتبدأ في إطلاق النار عليه من مدفعها، وقد استعد جيمان للهجوم عليها وشحن مدافعه. ولكن في اللحظة الأخيرة
يتدخل عملاق التلفاز ويطلق عليه من جوهر الطاقة خاصته. وقد غضب جيمان كثيرا وأراد أن يطلق عليه الليزر بكل قوته، ولكن فجأة يتشبث عملاق الكاميرا عليه من الخلف ويمسكه من رأسه بمخلب الأسترو، فيجن جنون جيمان أكثر فيبدأ في إطلاق النار عشوائيا. وعندما تنفد قوته يقوم عملاق التلفاز بسحبه بسيفه ويطلق عليه بعد ذلك الأشعة تحت الحمراء، بينما كان يثبته عملاق الكاميرا بالمخلب. وقد كانت هذه نهاية محتومة للعم جيمي، ولكن في اللحظة الأخيرة يتدخل أسترو الظلام ويقوم بطعن عملاق التلفاز بسكينة على شاشته. وهذا المشهد لو تتذكرون فإنه مستوحى من مشهد هجوم عملاق الإسبيكر المصاب عليه في الحلقة 47، وقد طعنه الأسترو بنفس الطريقة. بعدها يستعيد جيمان السيطرة ويبدأ في إطلاق النار من مدافعه بكل قوته، وفي نفس الوقت كان أسترو الظلام يسدد هجمات متتالية بشكل سريع جدا على عملاق التلفاز، وسرعان ما سقط على الأرض. بعدها يقوم جيمان برمي عملاق الكاميرا من ظهره الذي كان من الواضح أنه قد نفذت قوته بالكامل، وحينها حدث شيء غير متوقع، حيث قد هجم أسترو الظلام بعد ذلك على جيمان أيضا. وقد ظننت للوهلة الأولى أنه قد جاء لكي ينقذه من قبضتهم، ولكن يبدو أنه قد جاء لكي يدمر الجميع، ولكن قد استطاع جيمان أن يمتص القذيفة بكل سهولة. وهذا يبدو غريبا بعض الشيء، وذلك لأن جيمان في الحلقة 72 لم يستطع أن يصد القذيفة بدرعه، وقد أبطلت الدرع حينها، ولكن يبدو أن هذه الإضافات قد اكسبته قوة أكبر، لذلك استطاع أن يصدها هذه المرة. وقد قام بعدها بالاصطدام بالأسترو وأفلح في الهرب مرة أخرى. بعدها تبدأ المرأة الكاميرا في التحرك ناحية عملاق التلفاز الذي كان يحترق على الأرض، وهنا تنتهي الحلقة. ولست واثقا إذا كنا سنشاهد معركة مثل هذه أم لا في الحلقة، ولكن أثق أن الحلقة سوف تكون أسطورية كالعادة. ولكي لا يفوتكم أي من التحديثات والنظريات الجديدة حول السلسلة، لا تنسى الاشتراك في القناة، والأهم تفعيل زر الجرس. أخيرا لايك للفيديو، وسلام عليكم.